وطبعا سيرة البطولات لازم تتصل بسيرة الأبطال، ومعانا بطل من أبطال النادي الأهلي ونجم كبير جدا جدا كل جماهير النادي الأهلي بتعشقه، وأنا على المستوى الشخصي لأنه كان بيلعب في نفس البوزيشن بتاعي. ومعانا على التليفون الصخرة الكابتن وائل جمعة. مساء الخير يا كابتن وائل. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى أسرتك. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك يا سام. كل سنة وانت طيب. بنات الأهلي، ويعني مبسوط ان شفتكم. اولا كل سنة ومصر طيبة والأمة المصرية كلها بخير وسعادة، وان شاء الله يعني دايما بلدنا من فوق لفوق والناس كلها تبقى في احسن صحه واحسن حال. يا رب. وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده في يوم العيد والله. يا رب. منورنا كابتن وائل، وطمنا عليك، يعني طمنا عليك، اخبارك ايه؟ وعايزين كمان نعرف، اكيد كان في كواليس كتير جدا وكان في حاجات بتحصل في العيد من خلال مباريات من خلال معسكرات، عايزين نعرف بعض الكواليس اللي كانت بتمر عليك في العيد. والله انا اخباري الحمد لله كابتن هاني، انت عارف الفتره اللي فاتت كانت الدوريات متوقفه والشغل ما كانش فيه شغل كتير، انما الحمد لله الدنيا رجعت والدوريات رجعت، فبقى عندنا ضغط شغل، فالاجازه ضاعت على الواحد. كان نفسي ان انا انزل الاجازه دي اعيد في مصر طبعا، انما ولادي ما لحقتش تحجز، ما لحقتش تيجي صح؟ لا ما لحقتش، ما فيش اصلا، ما فيش طيران اصلا، الواحد ما عرفش ينزل. فان شاء الله خير يعني الحمد لله، طالما الواحد واولاده خير الحمد لله وصحتهم كويسه، ده اهم حاجه عندنا. بس فانما الحمد لله، انت بس في التقديم قلت يا كابتن هاني ان احنا دايما في الاعياد بنفرح جمهورنا. ده صحيح. لا احنا لاعبتنا على طول الحمد لله بتفرح جمهورنا كابتن هاني، واللي بيلبس وخاصه كمان في الاعياد طول السنه، وكمان خاصه في الاعياد على طول فرحان الحمد لله. يعني على طول الحمد لله فرحان، فدايما النادي الاهلي بيسعد جمهوره، وعندنا مبدا القتال في كل مباراه، والروح اللي احنا متميزين بيها دي عنده جمهورنا اهم من البطولات، ودي النقطه اللي بتخلي اللعيبه تستمر جوه النادي الاهلي وتستمر لاطول فتره ممكنه. واللاعب اللي بيبقى عنده الروح دي وعنده الحماس ده وعنده الغيره والرغبه على انه ينجح في النادي الاهلي بيستمر فتره طويله يا كابتن هاني، وانت عارف ده صحيح. ولا بيقبل تعادل ولا هزيمه. احنا يعني جمهورنا بيقبل الفوز بس الحمد لله، وبيقبل لو ما لو مش لو فوز بدون قتال ما بيقتنعش بيه. احنا 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 بدون روح وبدون رغبه، يعني عشان برضو الناس ما تاخدش كلمه قتال دي بحاجه سيئه، لا هو الروح، وان انت اللاعب يبذل اقصى مجهود في المباريات لمصلحه النادي ومصلحه التيشيرت اللي هو لابسه، فده شعار لاعبتنا وشعار نادينا كده، يعني انت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تسعد جمهورك وتحقق الفوز لفريقك. وده اللي اتعلمناه وتربينا عليه وائل من قطاع الناشئين من اول ما دخلنا النادي واحنا بنتعلم الجزئيه ديت. وكمان كان الناس بتستغرب الاهلي عامه بيجيب في الدقيقه 90 في الدقيقه 94 الاهلي بيجيب جوان، وبقى ترند كبير جدا وبقى علامه من علامات النادي الاهلي ان هو لحظة. في الدقيقه الاخيره بيجيب جوان. فده يعني ده اللي بيقوله وائل، وده اللي كلنا بنقوله، ان النادي الاهلي لا يقبل الا الفوز. طيب ما تفتكرش اي حاجه وائل حصلت مباراه مهمه جدا كانت في العيد، استعدادها استعداد الفريق كان عامل ازاي، اي ذكريات في العيد والمباريات اللي فرحتنا في العيد؟ يعني احنا الحمد لله فرحنا كتير يا كابتن هاني والله، من كتر المباريات من كتر الفرحه الواحد مش متذكر حاجه ثابته، انما احنا مر علينا مواقف كتير جدا. انت عارف في الكوره من كتر ما بتلعب للدوري وبتلعب منتخب وبتلعب افريقيا وبتلعب بطولات كتير، طول ما انت في النادي الاهلي انت في ضغط وفي في 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 استمراريه لعب على بطولات واستمراريه رغبه واستمراريه رغبه في الفوز يا كابتن، يعني عدم الاستسلام في كل مباراه. يعني انا في مره قلت لو بنلعب دوره رمضانيه النادي الاهلي يبقى هو بيلعب اي حد باسم النادي الاهلي مطالب بالفوز طبعا. فده ضغط حلو، ضغط وحاجه مسؤوليه كويسه، عدم الاستسلام لهزيمه وعدم الاستسلام لتعادل، كل دي حاجات بتميز النادي الاهلي وبتميز بصراحه الفتره اللي انا لعبت فيها. انا طبعا في النادي الاهلي ما ساعدنيش الحظ ان انا ابقى مع الكابتن هاني والعب جنبه، لسه كان بيقول لي انا معاه في المنتخب طبعا، ودي حاجه من الحاجات اللي الكابتن هاني من الناس اللي علمتني مبادئ دفاع تمام والله، يعني
وتاريخ برضو انا بعتبر كابتن هاني من احسن المدافعين اللي انا لعبت جنبهم. يعني تاريخ كبير جدا جدا كلاعب وكمحترف وكمسؤوليه. يعني اللاعب المسؤول في الكوره قليل جدا اما يعني تلاقيه موجود او يبقى جنبك ويساعدك. فكابتن هاني واحد من الناس دي، وانا كنت سعيد ان انا موجود معاه في المنتخب، انما كنت اتمنى ان انا اكون معاه في النادي. انما الحمد لله يعني انا سعيد ان انا زميلته في المنتخب فتره، ويعني اتمنى لكم التوفيق في البرنامج والله. شكرا ليك. اتمنى التوفيق ليكم في الشكل الجديد والقناه الجديده، والناس كلها مبسوطه بصراحه، حاجه تليق تشرف وكل من ينتمي للنادي الاهلي. الكابتن اللي احنا عايزين نعرفه منك كمان ونستغله، يعني وانت معانا على التليفون، اداء فايلر. يمكن في الفتره اللي فاتت ديت كان الكل بيعلق على يعني او بيشيد باداء فايلر في الملعب ومع اللعيبه. عايزه اعرف برضو ده يعني راي حضرتك ايه ورؤيتك، والفتره اللي جايه واستعداداتنا للدوري شايف ايه؟ انا شايف الراجل ماشي بخطى ثابته الحمد لله مع النادي بشكل كويس جدا، والراجل جه يعني ايام قبل ما يشتغل كان عارف قيمه وقدر النادي الاهلي بشكل جيد. للامانه كان قبل فايلر مدربين كتير من اللي موجودين انا قلتها كانوا بيبقوا فرحانين ان هم موجودين في النادي الاهلي. أيوه. الراجل 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 شايل مسؤوليه النادي الاهلي. الراجل ده شايل مسؤوليه النادي الاهلي، مش من المدربين الخفاف اللي بيفرح بانتصار بمباراه. لا، هو عارف ان النادي الاهلي بيبحث عن بطولات، يبحث عن الانتصار في بطولات مش في مباريات، ودي فيها فرق كبير جدا جدا. يعني علاقته كويسه باللاعبين جدا، فير جدا مع اللاعبين، ما بيظلمش حد. اللاعب اللي بيجتهد يكون مكانه موجود، اللاعب اللي بيأثر اكيد بيستبعده وما بيعتمدش عليه. يعني يعني مرن في طرق لعبه مع الفريق، بيقدر يستخدم كل اللعيبه اللي عنده بشكل جيد. فدي كلها مواصفات مطلوبه للنادي الاهلي ولفريق بحجم النادي الاهلي محتاج الشخصيه دي. عنده رزانه في في في, في تعامله مع الاعلام، وعنده هدوء جيد جدا وما بينفعلش، ودي نقطه مهمه برده جدا ان هو ما يتخانقش. هو عارف شخصيه كل لاعب سواء على المستوى النفسي البدني. النواحي النفسيه دلوقتي تهم في تعامل المدربين مع اللاعبين مهمه جدا، وعليها نسبه يعني تقترب من 60% بعيد عن الفنيات. يعني في قياده مدرب لفريق بحجم النادي الاهلي مطلوب منه البطولات ومطلوب منه الانتصار. شخصيه المدرب ده يعني بيبقى عليها دور كبير جدا انه يتحكم في كل شيء. ودي يعني لو بنتكلم على فتره مانويل جوزيه، بصراحه مدرب تاريخي للنادي الاهلي. طب. وواحد من يعني هو صانع الانجازات اللي احنا عملناها بصراحه بشخصيته معانا. فالراجل ده يعني انا بشوف انه ماشي على نفس الطريق. ربنا يوفق بس النادي ان شاء الله في الاختيارات بتاعت اللاعبين، لان انا ما زلت شايف ان المحترفين عندنا احنا محتاجين يبقى عندنا افضل من كده. احنا محتاجين المحترفين دول هم اللي ان شاء الله يوصلوا النادي لكاس العالم للانديه. يا رب يساعدونا ان شاء الله. وائل على وعد طبعا ان انت يعني ان شاء الله تشرفنا في البيت الكبير في النادي الاهلي. اول اجازه هتكون معانا ان شاء الله يا وائل، لانك قيمه كبيره جدا جدا، وكمان انت واحش الجماهير الاهلاويه بشكل خاص. فبنقول لك كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى الاسره، وان شاء الله وعد منك اول ما تنزل اجازه ان شاء الله تكون موجود في البيت الكبير. ان شاء الله لازم يا كابتن وائل ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك يا وائل، وكل سنه وانت طيب. عايزين كمان نطمن